أصدقاؤنا ومتابعينا الأعزاء، جولتنا الثالثة ضمن جولات كاميرا أرارات للسياحة. اليوم اصطحبتنا إلى خور بيراه، زنزانة بيراه أو بئر بيراه، التي تقع على بعد 45 كيلومتر جنوب العاصمة الأرمنية يريفان، وتطل على جبل أرارات، وتحديدا أمام قمة ماسيس التي رست عليها سفينة النبي نوح عليه السلام. هنا نشاهد قمتان: القمة الأولى ماسيس وتبلغ ارتفاعها 5137 متر فوق مستوى سطح البحر، والقمة الثانية قمة سيس وارتفاعها 3896 متر. في هذه الزنزانة سجن القديس كريكور المنور من قبل الملك الوثني درتار الثالث ملك أرمينيا. احنا الان في البئر اللي سجن فيها القديس كريكور المنور من قبل الملك درتار ملك أرمينيا اللي كان يضطهد المسيحيين ورجال الدين. وهذا البئر اللي هسه راح ننزله بعمق حوالي 6 متر، راح ننزل جوا ونشوفه. يقع هذا البئر في مقاطعة أرارات وعلى قمة تل صغير قرب قرية فيدي الصغير، ويعتبر هذا البئر كمزار وموقع حج لكافة أرمن أرمينيا وأرمن المهجر تخليدا للقديس كريكور المنور. هذا هو بئر بيراه الذي سجن به القديس كريكور المنور وبقى هنا 13 سنة على قيد الحياة. وهنا موجود هذه الفتحة اللي كان ينزل الأكل يوميا خلصة، واللي صار سبب بقاء على قيد الحياة إلى أن أفرج عنه بعد 13 سنة ليشافي الملك. وحسب المؤرخ أكاتان غيغوس وغيره من الرواة والمؤرخين القديم، كانت هنا مدينة أرداشات التاريخية، وكان بئر بيراه أو زنزانة بيراه مليء بالأفاعي والحشرات السامة، وكانوا يرمون المتهمين به لينالوا جزاءهم. وهنا في هذه الزنزانة كتب القديس كريكور المنور معاناته. في عام 642 شيد الكاثوليكوس نيرسيس كنيسة صغيرة فوق هذه الزنزانة المقدسة، وفي عام 1662 ميلادية شيدت كنيسة أخرى قربها وهي ما زالت صامدة ليومنا هذا. في القرن الثالث عشر كان خور بيراه مركز تعليمي للديانة المسيحية. أصغانا الأعزاء نشكركم ونشكر متابعينا، وإن شاء الله نلتقيكم في جولات أخرى، وإلى اللقاء.